السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه سدف سدا، سدف سدا بهذا اللون هذا، هذا ماشي كحل، هذا داك الكري فونسي او الرصاصي. كنعاود وكنكرر انه الرصاصي، لون الرصاص، ملي كتشد قلم الرصاص وكتلون بشي فشي ورقه بيضاء كيعطيك هذا اللون هذا، هذا هو اللون الرصاصي. اللهم بارك هذه الزواقه، هذه كنقول لها النمريه، النمريه السايسيه اللهم بارك. النمريه راه كيكونوا فيها بزاف ديال الزواقات، فيها الزواقه دي زوينه تبارك الله، زواقه مليحه، خرقه السايسيه كتكون واقفه ولكن مع المده كيكون فيها واحد اللبسه سبيسيال، واحد اللبسه خطيره. دابا هذه تلبس سبور، هذه تبارك الله بقويميجا بالكرافطه نعم سيدي وبالصبيبيط، تكون داكشي ملكي اللهم بارك. تكون قميجة بيضاء وكرافطة في الرصاصي ولا في الكحل، وتلبس نعم سيدي من تحت الصباط في المارو مثلا ولا في الكحل، يكون شي صباط مقرطس بحال داكشي ديال مولاي رشيد الله ينصرو. ايوا حنا كنعطيوكم بهاد المعلومات كيفاش تلبسوا هادشي، واللي عجبته الفكرة مرحبا. تحياتي لكم، اللي بغا يتواصل معايا 0672 91 90 43، تحياتي لكم وإلى اللقاء.